هشام ياكن حضرتك من اللعيبه المحترمين والرجاله كمدافع قوي. بالنسبه للرجاله يعني اللي انا شفتهم في الملعب كان فيه هشام ياكن، كان جنبه سعيد الجداي، كان جنبه غانم سلطان، بس هم اللعيبه الاقوياء يعني العيله الرجاله. كان ثابت وجوده في المنتخب وكلاعب كبير، وانا شخصيا انا اهلاوي على فكره، بس انا بحبه وبحب في لعيبه في الزمالك كده بحبها، من ضمنها كابتن هشام ياكن. كان ايجابي في فريق الزمالك وتاريخه محترم، وبالتالي يعني مش إيجابية أن يخش مجلس إدارة الزمالك ويكون له دور لتحديث النادي أو النهضة به أو اختيارات جديدة تساعده أن يكون في الإدارة بتاعت الزمالك، حتى يتم تشكيل نهضة في الزمالك أو القلق اللي فيه، فبالتالي يكون علاقته بالنسبة للجماهير كويسة وعلاقته برضك للأعضاء كويسة. وما سمعناش عن أي حاجة عن هشام ياكن في مدى الحياة أنه هو يعني ليه أي مشكلة في حاجة، راجل محترم. هو هشام ياكن كان لعيب، أنا فاكر أنه هو كان بيلعب بسيرد باك، كان مساك، وكان لعيب محترم جدا جدا جدا، وكان صعب قوي أنه يفلت منه أي مهاجم، وكان بيطلع قدامه وساعات بيجيب اهداف بهده يعني. وهو ابن الوز عوام، ابوه كان طبعا الله يرحمه الكابتن ياكن حسين، فهذا الشبل من ذاك الاسد. كابتن هشام ياكن كان نجم كبير طبعا معروف، ابن كابتن ياكن حسين، ونجم كبير في نادي الزمالك ومنتخب مصر، وجاب بطولات كتيره لنادي الزمالك وبطولات للمنتخب مصر، يعني راجل يعني فوق يعني راجل مؤدب ومحترم ولاعيب كبير يعني، وما فيش خلاف عليه يعني. يعني احنا كسودانيين وتكلم كعرب وراجل لعيب وراجل له الاحترام والتقدير، يعني شاهدناه، ونحن انا شخصيا شاهدته والعالم كله شاهده، راجل يعني ما ساهل، من الجيل العظيم لمصر صراحة وللعرب، نحن نفتخر بهم مش مصري فقط، لكل الدول العربية. كان لاعب كويس جدا جدا، كان بيلعب في المنطقة بتاعته بشكل كويس، في جيله في التسعينات كان لاعب محترف، كان بيأدي بشكل كويس وأدى الدور اللي عليه في جيله يعني.